فهمتي كيديروا بيسه بيسه كيديروا ودي بالكاميرون سنه 2010 نحاز ذهبيه الكره الافريقيه كتابه معنا كتابه وتشقيق والمنافسه خاصه بهذا اليوم اللكمات الاولى التي نتمنى ان تكون من جانب البطل المغربي الذي يبحث في يضع الذهب ولا شيء غير الذهب يلا ربيعي يلا ربيعي بلاد المغرب كلهم وكل الجمهور المغربي مبروك على المغاربه كلهم ان شاء الله. هذا النهار كان بشارة خير علينا اللي كان فيه النزال ديال محمد في اول نهار فتح محرم، مبروك على المغرب كامل. كيف ما شفتوا الانتصار ديال الرابعه هما العائله ديالي الاصدقاء كل شيء فرحان، المغرب كامل العالم كامل كاع الدول العربيه والحمد لله اول انجاز تحقق في المغرب ميداليه ذهبيه ودخل التاريخ ديال دخل التاريخ باب واسع ديالو ان شاء الله ان شاء الله نتسناو منه بقى لقب واحد هو ميدالية أولمبية إن شاء الله اللي تشوفوها في البرازيل إن شاء الله. الرابعي أحسن تاريخ هذه البطولة العامية فهو أعطى أحسن هدية لهذه المناسبة الدينية للمغاربة جميعا فهنيئا للرابعي وهنيئا لكل العائلة ديال الرابعي.